تجمع كافة السوريين، وبمناسبة شهر رمضان الكريم تم توزيع ما يقارب 2000 سلة غذائية في حي الصخور مقدمة من محافظة حلب بالتعاون مع مشروع دير مار يعقوب المقطع برئاسة الأم فاديا لحام. اليوم بفعالية لدير مار يعقوب المقطع، هي الفعالية إلى اتجاهين، برنامج طبي وبرنامج إغاثي. البرنامج الطبي هو عم بتضمن عيادات متنقلة، خدمة على المناطق قليلة الدعم الطبي موجودة في مدينة حلب نتيجة الأضرار ونتيجة الأزمة اللي أصابت مستوصفات الصحة والخدمات الطبية، بالإضافة إلى برنامج إغاثي. هالبرنامج الإغاثي عم بيشمل كمان نعم إضافي، بالإضافة إلى الخطة الإغاثية المقدمة من اللجنة الفرعية في محافظة حلب، هاي عم تكون برنامج داعم في شهر رمضان. مناسبة حلول شهر رمضان مبارك، كل عام وأنتم بخير لأهالينا متواجدين بعد ما حرر الجيش العربي السوري دفع دماء لشهدائنا لتحرير هذه المناطق، وأنه هذا المشروع اللي جايين هي مشروع دير يعقوب مقطع لتقديم المساعدات الغذائية والطبية. وضمن هذه المبادرة تم أيضا رفض حي الصخور بعيادة متنقلة مجهزة بجهاز تخطيط للقلب وتحليل للسكر وجهاز أكسجين مع كادر طبي متخصص. نحن اليوم بمنطقة الصاخور عم نقوم بتوزيع 2000 سلة غذائية بمناسبة شهر رمضان، كما أنه وصل إلنا أول عيادة متنقلة من الأسطول الصحي المؤلف من 5 عيادات متنقلة و5 سيارات صحية. تقوم الجمعية بتأمين وجبات غذائية يوميا وتوزيع الخبز بشكل مجاني يوميا. جهود مشتركة تنشر الخير والبركة في شهر رمضان الكريم، ليكون هذا الشهر مليء بالرحمة والإحسان.